معالي الأستاذة يسرى الحمادي الباحثة السياسية، تفضلي لو سمحتي. اليوم تمنيت أن أكون مستمعة أكثر من مشاركة، لأن كل الحاضرين أساتذتي ودكاترتي. أنت قادرة إن شاء الله. أنا فقط طالبة في الماجستير علاقات دولية وعلوم سياسية، ورسالتي إن شاء الله ستكون في التطلعات الإيرانية لتحقيق إمبراطوريتها في الشرق الأوسط وسبل مواجهتها. تمام. استفدت كثيرا من طروحات الدكاترة والأساتذة، فقط سأعرج على نقطة بسيطة، لأن الدكتور الأستاذ عبد الرحمن عرج بها قبلي. بالنسبة للعلاقة بين الثورة اليمنية والثورة السورية، العلاقة الوحيدة أو المحور المشترك بين الدولتين أو بين الثورتين مواجهة الاحتلال السطوي كتعبير قانوني كما عرج الأستاذ، مواجهة المادة السطوي أو الاحتلال السطوي في الدولتين. فقط سأعرف الصفوية في اليمن. الصفوية في اليمن أستطيع أن أقول تعريفها هي تلاقح الجارودية الإيمانية مع الإمامية الإيرانية. الجارودية هذه متفرعة من الزيدية الهادوية في اليمن، وهي قريبة إلى الاثناشرية الرافضة، فحدث هناك تلاقح بينهم وأنتج مدارس فكرية وعسكرية في اليمن من عام 1984 إلى الآن، واليوم نرى نتائج هذه المدارس الفكرية والعسكرية. طبعاً أول ما تؤسس إيران أو ما يؤسس الصفويين في الدول، يؤسسون أولاً المادة الفكري، ونعم المادة الفكرية يشتغلون عليه شغل غير عادي ويجتهدون فيه جهد غير عادي، وهذا سبب نجاحهم في شيء واحد فقط، أنهم لديهم وحدة قيادية، والعدو لديه وحدة قيادية. نحن تكتلات ثورية وتكتلات وطنية ولكن متفرعة ومتشعبة، لا يوجد هناك صف وطني أو مشروع مثل ما قالت الأستاذة عايدة، مشروع مواطنة موحد شامل يشمل كل الائتلافات أو الائتلافات الثورية والوطنية في الشرق الأوسط تجاه كانت طائفية أو عرقية أو دينية أو سياسية أو حزبية أو قبلية أو اجتماعية بشتى تباينها. لن نستطيع أن نوجد قيادة موحدة تواجه هذا الاحتلال أو هذا العدو. هم كانوا ناجحين في هذه النقطة بامتياز، بعد أن شكلوا قاعدة صلبة فكرية لهم في هذه المنطقة، بدأوا على أن يشتغلوا بالمد العسكري والنفوذ العسكري، وبدأوا يشتغلوا. بدأوا طبعاً ضعفوا قليلاً في سوريا والعراق. من 2003 إلى الآن العراق تراجعت حوالي 50 سنة إلى الوراء. لا ننكر أن العراق كانت من أعظم الدول في الجانب العلمي والاقتصادي والفكري. أيضاً سوريا تراجعت، كم نستطيع أن نقول إلى الوراء؟ 20 سنة إلى الوراء. اليمن كانت حالها سيء واليوم أصبح أسوأ، وهذا لصالح التطلعات الفارسية. أيضا ما أريد أن أقوله، الشيء المهم وإن شاء الله تضعوه ضمن التوصيات، أننا نحاول أن نسهم في إعداد مشروع مواطنة نجمع فيه جميع الائتلافات الوطنية في شتى دول الربيع العربي، بغض النظر لا أستطيع أن أسميها عربيا بقدر ما أستطيع أن أقول أنه ديمقراطية، لأن هناك أكراد وهناك أحواز وهناك وبربر وأمازيغ، هؤلاء كلهم نستطيع أن نقول الربيع ديمقراطي وليس ربيع عربي، لأن المظالم كثيرة. عندما تحدث الأستاذ صراحة أنا لأول مرة أسمع هذه المعلومات من الأستاذ، نحن نهدد من هذا الاحتلال بغربلة الهوية العربية، الهوية الدينية، نحن مهددين بهذه، إذا غربلت هويتنا خلاص يستطيع المحتل أن يتمدد كيفما يشاء ويحقق إمبراطوريته في الشرق الأوسط. فقط الموضوع المهم أن نحقق مشروع مواطنة حقيقي نستطيع أن نواجه به هذا العدو بشتى الوسائل. هذه التوصية. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.